طب ايه هي مقومات الدوري او أيوة. ايه عوامل حسم البطوله المبكره؟ هقول لك يا كابتن، انت النادي الاهلي بالنسبه عشان تبقى طول عمرك بتاخد دوري، يبقى لازم يتوفر عندك اهم عناصر اللعبه. جمهور كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، دي حقيقه من اعظم الجماهير. ده رغم ان ما فيش جماهير حتى لو كان غايب عن المباريات. طبعا أي. الجمهور النادي الاهلي ده العامل رقم واحد. الحاجه الثانيه الاداره، اداره النادي الاهلي على صحيح. مدار السنين كلها توفر لك المناخ الجيد. عدم بص، ودي حاجه مهمه جدا في النادي الاهلي، عدم السعاده والفرحه قوي وعدم الحزن قوي، ودي مهمه. عدم المبالغه في المبالغة. الفرحه والحزن، بمعنى انت لما بتكسب بتقول اللي بعده مظبوط، لما بتخسر ما بتهدش الدنيا كلها. أي. علشان كده انت بطل. أي. لانك بتعرف تلم نفسك تاني. الحاجه الثالثه المهمه، اللاعبين، عدد اللاعبين الكافي، ودكه البدلاء اللي عندك، وغير دكه البدلاء، اللعيبه اللي خارج السكور دول بيدوك قوه. ان طول الوقت بتلعب بنفس القوه. في انديه ممكن تمشي دور كويس والناس تتساءل. أي. تقول هم ليه وقعوا الدور الثاني؟ لقلة عدد اللاعبين، ده رقم واحد، لقلة الفكر الإداري عندهم، رقم اتنين، للتسرع الكتير قوي اللي بيحصل. يعني أنا هقول لك حاجة يا كابتن، في درس إدارة النادي الأهلي عملته السنة دي، درس كبير جدا 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 في التجربة بتاعت موسيماني وفايلر. أيوة. يمكن أنا بحييهم عليها قوي ودايما بتكلم فيها، ولأن أنا سعيد بيها قوي. الراجل مدرب، يمكن الكابتن أسامة والكابتن عادل والكابتن هاني اهو مدربين. عايز أقول إنك أسوأ حاجة لفرقة كورة إنك ما تعرفش مصير بكرة إيه عندك. من أهم استقرار للفرقة عندك إنك أنت ما يكونش في بلبلة في أوضة اللبس. أيوه. ودي اللي عمله النادي الاهلي، ادى درس كبير قوي قوي. لما فايلر مشي الفرقه ما بدون مدرب يوم واحد ما حصلش. ايوه. ودي حاجه بتديك انطباع انك انت كاداره واعيه وفاهمه للامور دي. فرجعوا لك حتى الاداء المتميز اللي فيه موسيماني من الاستقرار الفني. ارجع تاني لحته الدوري وازاي بتحسم دوري، انك انت طول الوقت عندك الحته بتاعت الاستمراريه، حته عدم الشبع، ودي حاجه مهمه جدا في بمعنى كره القدم، انك انت معود اجيالك كلها على عدم الخساره. أي. انا عاوز اقول لك يا كابتن، احنا كتير قوي كنا بنسنتر اربع خمس مرات في الموسم في الموسم الواحد. أي. يعني واحيانا يمكن احنا جت علينا فتره لو فاكرين دخل فينا اجوان كان في سنه من السنين. اللي حصل ايه؟ احنا قعدنا نفكر وكنا بنروح نقعد ونتدبر الامر بيننا وبين بعض. اتضح ان احنا معظم كانوا اللعيبه في الفتره دي ممكن تكون من انديه كان بيدخل فيها جوان كتير. أي. خلي بالك من النقطه دي، ودي النقطه دي مهمه جدا. أي. انك انت تعود ولادك وشبابك ولاعيبتك على انك حته التعادل دي كارثه، حته ان يدخل فيك هدف كارثه اخرى. علشان كده بقول لك، لما بتكسب النادي الاهلي عنده الفكر بتاعه الهجومي، لما بيكسب عشان كده الارقام باينه 71 صح. هدف صح. انك انت ما بتكتفيش باهداف. يمكن الدور الثاني النادي الاهلي كان هيعمل رقم عالمي السنه دي، ولكن اللي حصلت الكورونا وحصل العالم كله، الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، الدوريات كلها كانت بتتحسم. فرقه ريال مدريد تكسب 1-0 زي الدور الثاني اللي هو علشان الكورونا وعدم الجاهزيه بتاعه الفرق. صح. لكن انت لو كنت عملت الرقم ال 45 ده، عملته بتاع الدور الاولاني، عملت زيه 45 ثاني، كان هيبقى عندك 90 هدف. كان هيبقى رقم مش هيتحقق بعد كده. ودي كانت حاجه مهمه. الحاجه الثانيه المهمه، الارقام بتاعه عدد النقاط. أي. كمان يعني أي. عدد النقاط بتاعك انت حاسم، شوف حاسم الدوري قبليها ب 21 بونت. ايوه. انت واخد منهم مزبوط. كام؟ مظبوط. ضاع منك كام بونت في ال 21 بونت اللي كانوا موجودين؟ دي حاجه مهمه جدا. ولكن اقدر اقول لك في اخر الكلام اللي انا عايز اقوله، الارقام اللي الناس بتقراها دي ناتجه عن شغل كبير صح. قوي، عن اداء متميز، اداء متميز من جميع عناصر اللعبه، من جميع اركان النادي اللي متواجد، ما بين
لاعبين وما بين اداره وما بين جهاز فني، وانا ببارك لهم وبقول لهم دائما. حتى مباراه بكره الكابتن اسامه قال كلمه ويمكن قالها كده على طول وعدى عليها، بيقول خلي بالكم احنا هنلعب بكره مباراه بكره لازم النادي الاهلي يكسب علشان يبقى الشكل يبقى كويس. بص دي الثقافه بقى بتاعتنا اللي كابتن اسامه قالها تلقائي. يعني انت المفترض انك انت خلصت وعندك بطوله افريقيا وعندك وعندك حاجات كتير قوي، المفترض انك انت في الوقت ده يبقى عندك استرخاء، حتى دي انت ما بتسمحهاش لنفسك. صح. وعاوز انك تكسب كمان المباراه بكره.